Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huratul Kamilah dari channel Nuris akan membacakan tilawah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 72 sampai 75 dengan komposisi lagu Bayati, Hijaz, dan Nahawan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون كان فريق منهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. صدق الله.